هو أستاذ مساعد ولا مشارك؟ أعتقد مساعد لأنه صغير. بقول لصحابي كده على التريق عليا ليه؟ والله العظيم صغير، انت شايفك العميد صغير؟ ايه لسه ما مفيش دخلش حاجة. عدد. طب نجهز النيوشير. المفروض طالع لنا كويس البسمة. تخيلوا بالخير تجدوا. يجيبوا لي حاجة الدكاترة اللي عندنا دول. كل واحد الجدول مو مترابط مع الان اللي تحته صح؟ يعني مو بس مجرد احتمالات النهارده انزين انزين يعني السي اوت بتاع الكروب هي مش سي ان ايوه ايوه تحت دي تحتي في فاين ولا انستراكشن طلع عليه يبين ده بعت لي امبارح الوش روري ورهام مش عارف ثلاث ما اعرفش كام رساله من ثلاث جروب واحده وي واثنين مش شايفه حاجه لا احمد انور ده اللي جاب اخر والله لا انا مش عارفه اقول له ايه ده بقى في بالك حد خلاص صباح الخير يا سادة. صباح الورد دكتورة. ازيك حبيبتي عاملة ايه؟ الله يسعدك يا رب. الحمد لله يا رب يخليك. أخباركم ايه النهاردة؟ لا دكتورة كويسين مع السيمينارات كويسين. طيب على البركة إن شاء الله. تبي ما في عندي حجة صح سبحان الله. دكتورة يعطيك العافية. ربنا يعافيكم يا شباب. دكتورة محمود أنا. أنا محمود ازيك؟ الله يخليك دكتور أنا في الدوام بقطع بس أجي عادي نعم؟ أنا في عشان مداوم يعني بروح وبرجع بروح برجع وبرجع عادي والله ما تتأخرش عنا يعني عشان تواصل يا محمود. خلص إن شاء الله ولا يهمك دكتور. إن شاء الله إن شاء الله. الله يسعدك يا رب. أنا هني فاتح بس يعني بروح بغيب وبرجع على المحاضرة. ما أنا فاهمة ما أنا بقول لك بس عشان ما يبقاش في انتربشن. خلاص ضلنا ان شاء الله دكتور. يلا ربنا معك ربنا معك. الله يخليك يا رب. الله يخليك. كيفك يا غزير انت وانصاف؟ هلا دكتوره كيف حالك؟ انا بنعم. هلا صباح الخير دكتوره. صباح النور ربنا يسعد ايامك. امين يا رب اجمعين يا رب. يا رب يا رب. طيب دكتورة بدي أسألك متى آخر معي مجال إنه أقدم لك الأسايمنت؟ يوم الخميس إن شاء الله. إن شاء الله الله تعالى. إن شاء الله بس انتبهوا بس الله يكرمكم لأن أنا امبارح شفت شيكت عشان أشوف اللي بقدم لي جميع المواد يعني مش بس المصاب بالنسبة لكم. لقيت للأسف في ناس عاملة لي سبميشن على شكل كومنت وعلى شكل نوتباد ما يصحش يعني اللي بيقدم شيء معين بيعكسه وبيعكس احترامه للآخر. فياريت ياريت أي تاسك أو أسايمنت يتل بيتعمل على شكل وورد أو بي دي إف ويتم رفع على هذا الأساس إن شاء الله. أما أي حاجة إحنا بنعمل تكتب برزنتيشن دكتورة باوربوينت. نعم انا عملته كله برزنتيشن باوربوينت. انا بتكلم على العموم على العموم في جميع المساقات اللي عندي ولما شفت وضع الطلاب في من خلال الفيدباك وضع شكلها ايه فده برضو شيء مش مطلوب يعني. فخلينا بس تبقى للمعلومه ان الديدلاين التزم بيه. دي نقطه ثانيه لان دي كلها بتدخل ضمن بنود الايفالويشن يعني. نقطه اخرى يبقى اللي بيعمل شيء بيعكسه بيعكس وضعه يعني ان اي حد يقدم لك اي حاجه باي شكل ما ينفعش. فيا اما على شكل وورد يا اما على شكل باوربوينت وشكرا يعني على كده.
طيب خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي موضوعنا الجديد النهاردة، موضوع إن شاء الله عن الـ Instructional Media. تمام؟ تمام. في موضوعنا هنتكلم الانستراكشنال ميديا. الانستراكشنال ميديا اللي هي مقصود بها ايه؟ الوسائل التعليميه، تمام، او الوسائل الارشاديه. يعني انستراكشنال ميديا هيلب ان ذا سكسس اوف ايدكيشن، هي وسيله بتساعد او دورها، دور الميديا او دور تلك الوسائل بتساعد في نجاح عمليه الايدكيشن. تمام. طيب من خلال استخدامنا للميديا ان بروفايدنج انفورميشن تو ذا كلاينت، يبقى احنا بنستخدم الميديا كوسيله، تمام، بنوصل من خلالها ايه؟ معلومه للكلاينت. The nurse should always be prepared to use illustrative chart. من الميديا في عندنا انواع مختلفه في الشارت، في illustrative chart اللي هي اللوحات التوضيحيه والخرائط التوضيحيه، materials and posters، تمام، واللوحات اللي هي بتكون موجوده على الجدار. A client needs to see in order to fully understand. طيب أنا لما بستخدم أو أي حد فينا لما بيستخدم ميديا معينة، أكيد في كونتنت بيتم تحضيرها، بتتعرض تلك الكونتنت أو هذه الكونتنت من خلال الميديا. الكونتنت دي عبارة عن إيه؟ المحتوى عبارة عن رسالة، مش كده؟ معلومة أنا بوصلها، فلازم لازم نوصلها أو لازم نوضح هذه المعلومة أو هذه الرسالة عشان أضمن إن الشخص اللي معني يفهمها. تمام؟ الاوديو الانستراكشنال ميديا منها الاوديو فيجوال ماتيريالز ار 8 اللي هي الوسائل الايه؟ السمعيه والبصريه. الوسائل السمعيه والبصريه تندرج ضمن الانستراكشنال ميديا. استخدمنا الافلام، استخدمنا الفيديوهات، استخدمنا الشرايط او تسجيلات، كلها ايه؟ وسائل سمعيه وبصريه. ار 8 تو هيلب سبورت تيتشينج. الهدف من هذه الوسائل ايه؟ ان هي بتساعد بتساعد في عمليه التيتشنج او الادكيشن زي ما احنا اتفقنا، مع الاخذ في الاعتبار ان هي اند ار نوت ريبليسمنت. حضرتك ما تقدر تصحى مش هتنام بالليل الساعه 1 معايا يا جماعه؟ معاكي دكتوره. اند ار نوت ريبليسمنت اور سبستيتيوت فور ادكيتور اور instructor. هي بتساعد في عمليه في نجاح عمليه الايدكيشن او التيتشنج، وانها ليست بديل، ليست بديل للايدكيتور. تمام. يعني انا اثناء التاسك اللي بنقوم بيه الاساسي الهيلث ايدكيشن، لما بستخدم بوستر او بستخدم بامفلت او ليفلت او ايا كان الماتيريال، بنستخدمها علشان من خلالها بنوصل رساله معينه، محتوى معين، ولكنها ليست بديل لا للايدكيتور او الهيلث ايدكيتور، هي وسيله مساعده. وصلت الفكره؟ وصلت. طيب الميديا سيلكشن. ميديا سيلكشن اللي هو ايه؟ اختيارنا للوسيله. الميديا الميديا وسيله الزاويه، يعني هي الطريقه in which instruction is communicated اللي من خلالها ايه؟ بنوصل سلسله من الارشادات او التعليمات. تمام؟ A vast variety of media method. احنا عندنا تنوع في الايه؟ في انواع الميديا. عندنا تنوع ميديا. الميديا مصطلح جمع على فكره. يعني احنا عندنا وسائل متنوعه. طيب الوسائل دي تتراوح من ايه؟ exist starting from sample، تتراوح من الوسائل البسيطه اللي احنا كلنا بنعرفها واللي تعد في اطار الوسائل التقليديه زي ايه؟ زي التكست بوك، استخدمنا المرجع او كتاب معين. تمام. تشارك بورد اللي هي الطبشور او التبشير، او البرنتد هاند او الملازم او المذكره، اور تو مور سوفيستيكيتد. يبقى الميديا رينج من او هناك فرايتي من الميديا، يتراوح من السيمبل او التقليدي اللي احنا كلنا معتادين عليه من بدايه حياتنا العلميه والتعليميه، الى الاكثر حداثه المور سوفيستيكيتد وانس اللي هو ايه بقى؟ دخل عندنا وسائل التكنولوجيا باشكالها المختلفه، الافلام، الفيديوهات، السيمبلز، الكمبيوترز، كلها وسائل ايه؟ اكثر مور ابديتنج او ابديتد. There is probably no one medium. يبقى مفرد ميديا medium. يعني أنا ما عنديش medium واحد or combination of media can communicate teaching more effectively than another. يعني ما نقدرش نقول إن في medium
أفضل من الآخر. إيه اللي أفضل من الآخر؟ اللي هو يساعدنا في تحقيق الأوبجكتيف. يبقى بيعتمد إن الميديم ده أفضل من الآخر في موقف معين أو في ظروف معينة، تبقى لأن الميديم ده وسيلة بتساعد على نجاح عملية الإدوكيشن، ومن وراها نقدر أو من خلالها نقدر نحقق الأوبجكتيف. تمام؟ لكن على الإطلاق نقول إن في وسيلة معينة تعتمد لكل المواقف التعليمية، لا، ده ما ينفعش. هي الوسيلة اللي تتماشى مع السيتويشن نفسه وتؤدي لتحقيق الأوبجكتيفز. طيب، إيه الأدفانتجز من الانستركشنال ميديا؟ إيه مزايا الإرشادات أو الوسائل التعليمية؟ إيزر يعني بتوصل، بتسهل المسجات، وإنه نقدر نفهمه بسهولة أسهل. تمام، يبقى زي make message easier to understand، خلي الرسالة أوضح وأسهل ويمكن تفهمها. علشان كده لما نيجي نصمم ميديا معينة لازم نستخدم الميديوم المناسبة، لازم نستخدم وإحنا بنعمل الكونتنت المفردات المناسبة. يعني مثلا على سبيل المثال هنستخدم أفلام، هنستخدم بوستر، من خلال البوستر هنقول جدلا هوصل رسالة معينة لفئة الأطفال، شريحة الأمهات البسيطة، الناس المسنة. يبقى أنا هستخدم هستخدم وانا بحضر المحتوى المصطلحات اللوكال اللي هي تعد في اطار اللوكال اكسبريشن بالشكل المبسط اللي يتناسب مع مع الفئه المعنيه. تمام، عشان ما احطش رساله وانا كده يبقى انا شايفه ان انا عملت الصح، ولكن للاسف محتوى الرساله ده مش مفهوم بالنسبه للتارجت بوبوليشن بالنسبه لنا. طيب، ايه تاني ميزه اخرى؟ هي اتراكتيف attractive visual aids hold to the people. مؤثر، يعني تكون مؤثرة. الدعايات اللي بحطوها مؤثرة، يعني نحن النظر مجذبة، يعني بتجذب انتباه المستمعين. يعني لما بنستخدم مثلا وسائل بصرية أو في فيديوهات، في عرض ألوان، في عرض المحتوى من خلال أنيميشن أو صور معينة أو ألوان مختلفة، هي مش للتسلية أو للترفيه، لا، هي أكيد الاستخدام تلك الوسيلة بهذا المحتوى الهدف منه هو جذب انتباه المتفرج. مش استخدامنا لصور متحركة أو استخدامنا الأفلام هو الغرض ريكريشنال يعني. طيب، نقطة أخرى هي support learning through example and visual elaboration. عملية اختيارنا أو استخدامنا instructional media زي ما اتفقنا من أول هو support لعملية أو بيساعد في نجاح عملية الeducation. الeducation هو teaching learning interaction أو teaching learning activities، مش كده؟ يبقى هنا يبقى بيساعد استخدامنا instructional media تساعد في تحقيق عملية الeducation، بتساعد الeducator في توصيل message معينة، بتسهل عملية learning للlearner أو على الليرنر. تمام؟ بروفايد فيدباك، تعطي تغذية راجعة، بتعطي بالظبط، بنتابع المستوى من خلال استخدام الميديا، تابع مستوى البروجريس لدى الليرنرز. طيب، they can make something small look big. ممكن من خلال اختيار ميديا معينة نعرض شيء هو في الحقيقة حجم صغير، لكن من خلال العرض يديني حجم مختلف كبير. يعني لما بنتكلم مثلا يعني الفيروس اللي احنا كلنا منشغلين بيه ده حجمه قد ايه؟ لا يرى بالعين المجرده، مش كده؟ لكن لما يستخدم اجهزه كبيره وشغل العالم، يبقى هنا اداني سايز او تم عرضه من خلال سايز اكبر مما هو عليه في حقيقه الامر. كمان ميزة أخرى زي can compare similarities and differences، نقدر إن إحنا نقارن بين شيئين، إيه وجه التشابه وإيه وجه الاختلاف. يعني مثلا أنا بعرض من خلال موضوع معين على الباوربوينت، بعرض جدول، الجدول ده عنوانه إن إيه أوجه الاختلاف والتشابه بين شيء محدد. يبقى انا عاملاه على شكل كولوم، في عمود يمين في عمود يسار، بنحط النقاط اللي هي بتمثل الاختلاف او التشابه. يبقى نقدر نعمل كومباريزون. يعني ايه كمان؟ they can show something that people cannot see in real life.
نقدر نحن نشوف الحاجات اللي ما نقدرش نشوفها في الحقيقة، يعني ما نقدر نشوفها بالواقع. بالظبط. يعني مثلا لما نيجي نتكلم على الانترنال اورجانس، شكل الكدني، شكل الاوفري، شكل مش عارفة اي اورجان داخلي، هل احنا بقى عشان نتعرف على شكله في الحقيقة نجيب حد حي كده ونشرحه او نجيب جثة كده حتى زي ما كنا بندرس زمان الاناتومي؟ لا، نستعين بالميديا دائما، الميديا او الميديا زي الفيديوهات او خطوات العملية سيرجيكال اوبريشن معينة. الفيديو بيوضح لي ايه اللي هو الفيديو ده، هنا هيبقى اداه توضيحيه للاشياء اللي بنخش ندركها او نشوفها على ارض الواقع. تمام. كمان الادفانسد مين استخدمنا الانستراكشنال ميديا، ان اف ذا كلاينت كان تيك برانتد ماتيريال هوم ات ويل هيلب ذم ريمبر امبورتنت انفورميشن. ضمن الماتيريال زي ما ضمن الميديم زي ما اتفقنا، الهاند اوت الملزمه او المذكره اللي معاك للسبجكت معين، معاك السبجكت طول الوقت مش كده، فتقدر انك تسترجع اي نقاط او اي محتوى موجود داخل هذا الهاند اوت. فسهل ايه للصحابي او سهل وجود معايا هاند اوت معينه، سهل قوي في اي مكان ان انا ايه استرجع نقاط معينه في هذا المعلومات المهمه. دي مزايا الايه الانستراكشنال ميديا. طيب بلانينج فور يوز الميديا، بلانينج فور يوز اوف انستراكشنال ميديا، لما نيجي نخطط لاستخدام الانستراكشنال ميديا هيكون على اي اساس؟ الاسس يعني اولا سيلكت للاوديو فيجوال ماتيريال ذات ميت الاوبجكتيفز اوف يور تيتشينج. يبقى اختيار الميديا اللي هو يتوافق مع ايه الاهداف، اختيار الميديا او الميديوم اللي تساعدني في تحقيق الاهداف مش كده. يعني انا مثلا ممكن داخل الصف او داخل القاعة اختار الوسيله اللي بستخدمها، بستخدم الكمبيوتر او بستخدم الداتا شو علشان اعرض الكونتنت عندي من خلال الباوربوينت مثلا. بس ده داخل الميديا دي داخل اللاب ما تنفعش مش كده، داخل اللاب وانا الغرض هنا او الهدف هنا تعليم اجراء معين مش هينفع، لان هنا هذه هتناسب ايه توصيل معلومه. انا ما اعتمد استخدامي على الداتا شو عشان بعرض كونتنت من خلال الباوربوينت داخل اللاب مش هينفع. طب داخل اللاب ممكن نستخدم ايه؟ نستخدم سيميليتور مش كده، نستخدم فيديو، نستخدم او اوديو فيجوال ايدز وسائل سمعيه وبصريه تيب او فيديو. يبقى احنا هنا ايه استخدامي للميديا او اختياري للميديوم اللي هو يتوافق مع او يساعدنا على تحقيق الاهداف، يعني حسب النيت وحسب المكان. بالظبط. انا ممكن قوي استخدم لوح استخدم لوح وتبشوره مثلا او تبشير، تمام، اللي هو الطريقه اللي هي التراديشنال من قديم الازل. بس الطريقه دي اختياري ليها في الوقت ده يتناسب مع الهدف اللي انا عايزه احققه، ما هياش ايه ما هياش بالشرط الاساسي ان انا استخدم او اختار سوفيستيكيتد ميديوم ولكن ملوش علاقه بالهدف. المهم اختيار الميديوم اللي يتناسب مع الهدف. The best audiovisual material is not an or is not the expensive one. يعني الاوديوفيجوال ماتيريال مش شرط اللي احنا شايفين ان هي الافضل، مش شرط اللي هي تكون غاليه او مش شرط ان هي تكون مكلفه او مش شرط ان هي تكون اكثر حداثه، تمام. But it can be self-made from local materials and achieve your object. زي أنا بقول لك اختياري للوح واكتب عليه في الموقف في موقف معين اختيار موفق للي ده بيساعدني على تحقيق الهدف، أو إن أنا وبأقل التكاليف. الله ينور عليك. أو إن إحنا نختار بوستر بنكتب عليه بس حد يريد الكتابة والكتابة الصح وخطه ما خطه كويس، يبقى ده برضو اختيار موفق في مثل هذا الموقف. يبقى هنا مش شرط الاختيار بيعتمد على أغلى الوسائل ولا لا أغلاها ولا أكثرها تقدما أو تحدثا. طيب prepare audiovisual material before teaching lesson. ضمن البلانينج ان احنا نعمل ايه؟ نعمل تحضير مسبق مش كده؟ So that you will not be surprised by its malfunction. طيب احنا هنا بنحضر الماتيريال قبل وقت الحصه او قبل وقت الدرس عشان ما نتفاجئش بايه؟ بخلل او بعطل فني معين مش كده؟ يبقى انا لما
هقول ان انا هستخدم فيديو، يبقى انا شيكت على الفيديو بالمحتوى وعملت له نوع من الاعداد المسبق وعرفت ان الامور ماشيه تمام، مسار الامور تمام. لما انا هستخدم زي بدايتنا كده مع اعتمادنا منصة التعلم عن بعد في خلال الفترة اللي احنا فيها، استخدمنا البرنامج بتاعنا واحتاجنا كتير نراجع الفنيين علشان في مشاكل بتقابلنا او بتصادفنا، فتح موقع مش عارفة، استمرار السيشن، الصوت، كل الامور دي كلها ايه المفروض ان احنا في مرحلة قبل بنتدرب عليها علشان ما نتفاجئش باي خلل او عطل فني. تمام؟ نعم. Be prepared to the method of using it. لازم نبقى احنا ايه متدربين مستعدين لاستخدامنا، خاصة sophisticated media اللي هي مش كل الناس موجبة التحدث او مش موجبة الحداثة في استخدام الادوات او وسائل التكنولوجيا. مش كل الناس، في ناس او في مجالات مش بتعتمد الاشخاص مش بيعتمدوا استخدام وسائل التكنولوجيا كتير. تمام؟ فبالتالي لما هنضطر استخدامنا الميديا معينة more sophisticated لازم نبقى جاهزين، لازم نبقى متدربين عليها عشان ما نتفاجئش بشيء مش ظريف. يعني مثلا نقول انه لو حد فينا مدعو لحضور او للمشاركة بتوك في نشاط علمي في مؤتمر معين في ندوة معينة ايا كان نوعية هذا النشاط، واللي عنده المادة اللي هيعرضها على سي دي ولا على فلاشة، ما ينفعش ابدا الشخص ده وفي حدث ناس كتير حضراله فيه يجي قبل ميعاد المحاضره او قبل ميعاد السيشن بتاعته مباشره ويبتدي يستخدم الميديا دي، ممكن يبقى مش موفق، مش ما تفتحش معاه، ما عرفش حصل عطل في ايه، الفلاشه مالها متفيروسه ولا فيها ايه. يبقى هنا الموقف ايه اللي هيحصل؟ الموقف مش ظريف للشخص ولا ظريف للبرنامج نفسه، لانه اي خلل هياثر على ايه مسار اليوم او مسار النشاط باكمل. تمام؟ كمان ضمن البلانينج don't use too many audio visual materials at one time. يعني ايه بقى؟ ما نستخدم اكتر من وسيلة نفس الوقت. نفس الوقت مهم جدا، فاش ابدا استخدم وسائل بصرية ومرئية، بصرية وسمعية عفوا، كذا وسيلة في نفس التوقيت. طب انا هنا بعمل ايه؟ بعمل هو الهدف من استخدام الوسيلة to attract الاتنشن، لكن انا في الحالة دي distract للاتنشن. تمام؟ انا هنا بشتت انتباه الايه الاودينس، يبقى نعتمد الوسيلة اللي تحقق الهدف منها، ان attract الاتنشن ماشي، تساعد على تحقيق الاوبجكتيف ماشي، مش شرط ان هي تبقى expensive one okay، مش شرط ان هي تبقى more sophisticated. تمام؟ ولكن اللي هو الفكرة انه احنا استخدام يكون استخدام موفق مع عدم تعدد الوسائل في نفس الوقت حتى لا أشتت انتباه الحاضرين. طيب select a teaching material that is suitable for educational, intellectual and social characteristics of audience. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اختيار الوسيلة اللي تتناسب مع خصائص الاودينس اللي راح يسمعوني. يبقى احنا بنختار على اسس منها الوسيله اللي تتناسب مع الخلفيه التعليميه والذهنيه والمعرفيه والاجتماعيه. تمام؟ للناس اللي حاضره، يعني فرضا اي حد فينا مدعو لالقاء كلمه علميه او محاضره قدام جمع من الناس. تمام؟ اول شيء لازم يسال عليه ايه، لازم الشخص يسال على مين اللي حاضر، نوعية الناس اللي هتحضر أو الجمهور اللي هيحضر لي، مش كده؟ ليه أنا بسأل السؤال ده؟ عشان أقدر أتعرف على خصائصهم وبالتالي أقدر أختار الميديا المناسبة وأحضر الكونتنت اللي أيضا مناسب. تمام؟ يعني ممكن موضوع واحد الموضوع مش هيختلف بس الجمهور هيختلف، فبالتالي المحتوى لازم يتماشى مع ايه هذه الخصائص لدى الجمهور، لازم الوسيله المعتمده تتوافق مع هذه الخصائص لدى الجمهور. يعني لما اجي اقول ناس بسيطه، ناس من مستوى اجتماعي وتعليمي وثقافي معين بسيط، مش هستخدم لهم sophisticated material، هنا الماتيريال مش متناسبه مع مش مش يعني مش هتحقق الهدف منها.
مش هتتناسب مع تلك الخصائص، تمام؟ لكن لما اجي اقول انا والله بحاضر الجمهور او الجمهور اللي هيحضر لي زمايل ليا او زملاء ليا من دول مختلفه، باحثين، اكاديميين، فاكيد لما هختار وسيله سوفيستيكيتد هتتناسب مع ايه؟ مع الخلفيه لدى هؤلاء الناس. يبقى مهم جدا ضمن أسس الاختيار ان احنا ندرس الخلفيه للجمهور اللي حاضر. احنا مش بنعرض ماتيريال، مش بنعرض بنستخدم ميديا بنعرض من خلالها ماتيريال وبس، لا، لازم نبقى موفقين في بدايه. ده بيعتمد على دراستنا الخصائص الحضور، وبالتالي هنبقى موفقين للاختيار السليم من الميديا والتحضير السليم من الكونتنت، تمام؟ ايه كمان؟ periodically evaluate للتيتشنج ايد. احنا محتاجين باستمرار نعمل ايه؟ نعمل مراجعه، تمام، والتقويم للوسائل الايه المساعده دي. يعني مثلا احنا من 10 15 20 سنه استخدمت وسيله معينه، الوسيله دي تمام في الفتره دي كانت بتحقق الهدف منها وكانت بتتناسب مع خواص الناس وقتها، لكن دلوقتي الوسيله دي لا، ممكن تبقى مش معتمده في العصر اللي احنا موجودين فيه حاليا، مش كده؟ يعني احنا كنا قبل الفتره اللي احنا فيها معتمدين اساسا او بشكل كبير على التراديشنال ايدوكيشن، احنا بنبقى موجودين مع بعض في نفس المكان في نفس الوقت. طب حصل ظروف، الظروف غيرت، مش كده؟ طلب استدعت استحداث للوسيله اللي احنا نتعامل مع بعض على اساسها. يبقى دايما اختيار اي وسيله او استخدامنا تحديدا لاي وسيله محتاج مننا ايه؟ مراجعه باستمرار، مراجعه تقييم، بالظبط، اعاده تقييم. في اي مشكله في اللي فات؟ الامور تمام؟ لا دكتور، تمام. ال types uses advantages and disadvantages of some instructional media. هنبتدي هنا في الجزئية دي هنبتدي نتكلم على ميديا والنقاط التالية فيها، استخدامها ازاي، بمزاياها، ايه عيوبها، تمام. اول ميديا هنتكلم فيه هي التشارت والبوستر، اللي هي ايه؟ اللوحات والخرائط، تمام. These are pictures that can be used by teacher while giving teaching or to hang as a clinic wall. يعني استخدامنا للوحات أو الخرائط أثناء عملية التيتشنج أو عملية الإدوكيشن، أو إن هي تبقى موجودة متعلقة على جدار أو على الحائط مثلا، في نقول في عيادة، في 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 مركز صحي معين. فبالتالي ايه؟ ممكن تفضل اللوحه او تفضل الخريطه موجوده، او ان احنا بنستخدمها اثناء عمليه الادوكيشن كمساعد. طيب ايه مزايا التشارت والبوستر؟ ايه الادفانشز منها؟ مزايا ايه؟ ممكن مش غالي. مزايا التشارت اند بوستر، صح؟ غير مكلفه، يعني غالي وبتكون انكسبنسيف، هي مش مكلفه. عارفين يعني ايه بعمل تشارت او بعمل بوستر؟ لوحه، مش ده انتوا اغلبكم اكيد امهات او اخوات لاولاد صغيرين عندنا في المدارس، مش كده؟ اولادنا اللي بيطلب يجي لك فجاه كده بالليل يقول لك ايه، انا عندي نشاط بكره، صح كده؟ اعمل لي وسيله، اعمل لوحه، اعمل لوحه او اعمل لوحه. طب ايه اللي مطلوب؟ ايه الماتيريال المطلوبه؟ مش شيء مكلف، صح؟ مجرد لوحه كرتون او ورق كرتون، ورق من نوع معين يعني، وحد يكون بيجيد الكتابه صح، خطه كويس واضح بالحجم المطلوب، ويبتدي ان هو ايه يجهزها. فاذا من حيث التكلفه هي مكلفه؟ لا، رخيصه. ايزي تو بريبير، من حيث التحضير او خطوات التحضير صعبه؟ سهله التحضير، يبقى سواء كان بوستر هنحط او هنكتب محتوى علمي معين، او تشارت هنعمل رسمه معينه، كل ده ايه؟ له مكلف وله صعب. طيب اللوحه او التشارت او البوستر، اللوحه او الخريطه، هي useful with small group، هي بس مفيده فين؟ مع مجموعه صغيره. هتتعلق او هتتعرض في مكان مش كبير، علشان مش هتتناسب مع اعداد كبيره من الناس، تمام؟ يعني تبقى موجوده مثلا في مدخل عياده، تبقى موجوده في مدخل ام سي اتش، تبقى موجوده في ممر في مدرسه، او داخل قاعه صفيه، يبقى ايه؟ هي بتتناسب مع عدد صغير او كم صغير من الناس. ايه كمان؟ ريوز، نقدر نستعملها كمان مره.
كان بي ريوز عادي ما دام متحافظ عليها تقدر تعيد استخدام. And can show what cannot we cannot see like internal organ. ممكن نعرض حاجات احنا ما نقدرش نشوفها في حقيقة. الرسمة للشارت يعني مثلا لما نشوف خريطة الوطن العربي مثلا او رسم توضيحي الجزء من او سيستم معين من الجسم الانسان، احنا ده في الحقيقة بنشوفه لا مش كده، بس ده ايه عرض توضيحي من خلال الرسمة او من خلال الخريطة لأورجان او شيء معين ما نقدرش ان احنا نشوفه بطبيعته. تمام تمام. طيب ايه عيوب بقى للشارت؟ ايه ديس ادفانتجز من الشارت والبوستر؟ عيوبها كالتالي: ازلي دامج، سهل ان ايه تتلف هتخرب تتدمر. ورق يعني في النهاية أنا بتعامل مع ماتيريال زي ما اتفقنا، هي صح مش مكلفة أو مجرالية ولكنها إيه ليها مدة زمنية معينة، أو إنه في ناس في سلوكها التدميري تبقى مثلا في لوح أو في بوستر متعلق وعليه معلومات قيمة ومتراجع علميا ودقيق والآخر وتفيد ناس كتير، ولكن للأسف في ناس تقعد إيه تشخبط وتقطع، يبقى هنا ايه ممكن تتعرض للتلف بسهوله. If they are hanged on the clinic's wall, no feedback can be obtained from audience. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اذا تعلقت على الجدران او في العيادات ما في تقدرش تلاحظي انت التغذيه الراجعه. بالظبط، يعني احنا اللي بنستخدم بوستر الغرض منه توصيل رسالة معينة، خلينا نقول للأمهات اللي عندهم أطفال لسه بيبيهات حديث الولادة أو أطفال في المرحلة الأولى من حياتهم، بنوصل لهم رسالة زي يتعاملوا مع مشكلة زي دياريا مثلا يعني. السيدات اللي بترددوا على هذا المكان وصلت لهم الرسالة دي والله من خلال كلام بسيط، من خلال صورة، من خلال أي كان. تمام، هل أنا وصلتني فيدباك منهم؟ لا لا ما بنعرف، ما فيش هنا فيدباك من الاوديانس. ايه كمان؟ ان الشارت والبوستر زي ما احنا اتفقنا not useful with large group، ما تنفعش لمجموعة او عدد كبيرة من الناس. بنحب نبقى عارفين ان اللي هيستفيد منها قدر معين. طيب الوسيلة اليوزس، ازاي بقى نستخدم الشارت والبوستر؟ It uses only one idea can be included in a poster. Too many ideas will confuse the people. يبقى احنا هنا بنقول ايه؟ لما انا بستخدم البوستر بعتمد البوستر انها هتساعد وسيله مساعدة لنجاح عمليه الايديوكيشن، ولانها هتساعد على تحقيق الهدف لازم ناخد بالنا ان البوستر يحتوي على فكره على ايديا واحده، الله ينور، مش من اكثر من فكره، فكره واحده، لان تو ميني ايديز افكار كتير ده هتعمل ايه؟ كونفيوز هتشتت وبتضيع الناس، هتلخبطهم هتشتتهم، مش هيبقوا عارفين ايه الرساله بالظبط ويركزوا عليه. يبقى إذا إحنا هنا لما بنستخدم البوستر لازم نبقى فاهمين في تحضيره إن الكونتنت اللي إحنا بنعرضها من خلال البوستر هي بتدور حوالين فكرة واحدة. إيه كمان؟ stand beside of the poster beside of the poster and face the audience. طب لو هنستخدم البوستر كميديوم أثناء مثلا النشاط في يوم علمي أو في مؤتمر معين، تمام؟ لليوم العلمي ده أو نعم لازم يعني نضل بسايدات. بالظبط، اللي في اليوم اللي اليوم العلمي او المؤتمر ده لو بوكلت لو كتيب مش كده، متحدد فيه ايه؟ متحدد فيه توقيت السيشن بتاع الناس اللي هي مشاركه بابحاث او بورقه علميه معينه من خلال بوستر. خلاص، فانا كحد بارتيسيبنت في هذا النشاط عارفه توقيت السيشن بتاعتي، فابقى عامله ايه؟ انا بوستر موجود اوريدي، تمام، محطوط في المكان المخصص او في الصاله او القاعه المخصصه، وابقى موجوده بجانب هذا البوستر في حاله مواجهه مع الناس اللي هتيجي تقراه. اوكي، هانج ذا تشارت ان ا بليس وير ايفريون كان سي ات. يعني ايه؟ يعني هنعتمد استخدام البوستر او استخدام التشارت لازم نبقى واخدين بالنا من المكان اللي بنعلق فيه او بنضع فيه هذه الميديوم. لازم يبقى المكان ايه؟ يعني مثلا يبقى في الكوريدور ماشي اوكي، بس يبقى اضمن ان الناس بتمر من المكان ده، ما بقاش حاطاه او معلقه البوستر او الشارت في اخر الكوريدور في اعلى الجدار من فوق خالص. طيب هل في ناس هتمر من هنا؟ هل هيبقى ممكن للناس ان هي الشارت او البوستر ده ممكن ليهم يعني واضح وممكن ليهم قرايه المحتوى؟
ده مهمة جدا، لأنه اللي بيحصل مثلا على سبيل المثال لما بيطلب منكم أكتيفيتي معينة وفي البعض بيقول إيه هعمل بدل ما أعمل سيمينار تقليدي هعمل بوستر، خلاص؟ طب أنت عملت بوستر وحضرته وتعبت عليه، بس فين هتحطه؟ فين هتعلقه؟ دي نقطة مهمة جدا، أوكي؟ نعم صح. إيه كمان limit the writing on the poster؟ الكتابة الكم لازم يبقى إيه؟ محدود. محدود. احنا اتفقنا من الاول ان مضمون البوستر بيدور حوالين فكرة واحدة. تمام؟ طيب. الفكرة الواحدة دي. الفكرة الواحدة دي لما جهز لها كونتنت وعبر عنها ما ينفعش ابدا استخدم كلمات كتير. استخدم يبقى المحتوى كبير. لا. So that يبقى محدود. So that everyone even electrical. So that everyone can understand it. يبقى المحتوى فكرة، المحتوى فكرة والعرض مش كم كبير من الكلام. ممكن والله أوصل الفكرة دي من خلال كم قليل ما قل ودل. ما قل ودل. كم قليل من الكلمات واستخدم صور مثلاً. يبقى أنا هنا لما بستخدم صورة أو توضيح معين بضمن إنه رسالة واصلة للناس المعنية بشكل مفهوم، حتى لو كان من الناس دي حد أمي لا يستطيع القراءة ولا الكتابة، يبقى الصورة دي موضحة له إيه؟ الرسالة اللي إحنا عايزين نوصلها. تمام؟ The poster should be بمعنى إيه؟ أنا بقول ده كله بمعنى إن البوستر should be self-explanatory. يعني إيه؟ يعني البوستر هو موضح نفسه. موضح نفسه. And require minimal explanation. وقد يكون بس لبعض الناس في حاجة لتفسير بسيط. في حاجة لتفسير بسيط من العد الشخص اللي عد هذا البوستر أو الإيجيكيتور. طب ده كان كلامنا عن الإيه؟ الشارت والبوستر. في عندنا الفليب شارت. ايه هي الفليب شارت؟ عارفينها؟ لا انا بعرفه بس اسمه فليب شارت زي بلوك. هو زي البورد. هي عباره فليب شارت. شارت يعني زي ما اتفقنا خريطه. هي عباره عن كم من البوسترز مع بعض. فليب شارت عباره عن عدد من اللوحات، تمام، كلها مع بعضيها مدمجة مع بعضيها. هي made of a number of posters. عبارة عن مجموعة من اللوحات أو الأفرخ، بحيث إن أنا بستخدم لوحة أو بعرض على لوحة أو بستخدمه للكتابة. اللي منكم مثلاً حضر نشاط معين وعشان أوصلها لكم، المحاضر اللي بيلقي بالمحاضرة أو بيوضح بيستخدم الفليب تشارت، يا إما للعرض يا إما للكتابة. طب خلص اللوح ده كله للآخر بيقلبه بيفتح على اللوح اللي بعده وهكذا. دي بتبقى مجموعة بوسترات موجودة على ستاند. موجودة على ستاند، تمام؟ محطوطة على ستاند. يبقى هي الفليب تشارت number of posters that are mean to be shown one after another. يا إما أن الشخص بيستخدمها لوحة خلصت فبيرفعها وبيعرض اللوحة اللي بعديها واللي بعديها وهكذا، أو عبارة عن عدة أفرخ أو لوحات بيكتب على واحد بيخلصه بينقل على اللي بعده عشان يكتب عليه وهكذا. يبقى هنا الفليب تشارت هي مجموعة من البوستر مع بعضيهم. وصلت؟ وصلت. مش بوستر واحد، هي مجموعة من البوسترز. The purpose of it used to give information and instruction or record information. يا إما الهدف منها إن زي ما بقول لكم يا إما عرض المعلومة أو كتابة عليها، بنسجل عليها. إيه مزايا الفليب تشارت؟ هنستعين ببعض المزايا. هي رخيصة. نعم. Not expensive. برضه نفس القصة. المزايا نقدر نرجع للماتيريال. الماتيريال مش غالية، مش اكسبنسيف، مش مكلفة، تمام. ورق مش غالي. سيمبل تو بلان اند بريبير، سهل برضه في فكرة ايه تجهيزها واعدادها. يوسفل تو سمول اند ميديوم سايز جروب، يعني السايز تبعها ميديوم سمول. يعني انا مثلا هستخدم الفليب تشارت في الصف، في القاعة الصفية او في الكلاس يعني، تمام. في داخل الكلاس في عندي ممكن على حسب سعة الكلاس ممكن يبقى مجموعة من الاودينس عددها صغير او مجموعة عددها اكبر شوية فوسط. لكن ما ينفعش استخدم الفليب تشارت في صالة كبيرة أو مدرج كبير أو قاعة كبيرة زي قاعات المؤتمرات. ليه؟ لأن الناس اللي موجودة هناك إيه؟ كتير، مش هيتناسب مع اللارج سايز
جروبز. دكتورة دكتورة تفضلي سامعيكي تفضلي. هلا هدول الأقراص الممغنطة هي نفسها الفليب شارت؟ نعم الأقراص الممغنطة اللي هي زي السي دي نفسها الفليب شارت؟ لا 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 يا حبيبتي لا لا الفليب شارت هي عارفة البوستر عارفة اللوح هي مجموعة من البوستر مجموعة مجموعة من البوستر مع بعضيهم ملهاش علاقة بالسي دي هات لا أوكي. دي أفرخ كرتون ورقية ولكنها متدبسة مع بعضيها تمام requires no special skill or training برضو نفس القصة في مزايا هي مش محتاجة ايه مش محتاجة مهارة معينة ولا تدريب على استخدامها can be used in a dynamic manner with audience involvement and feedback يعني ايه جزئية دي يا جماعة يعني ايه النقطة دي can be used ان احنا نقدر نستخدم الفليب تشارت in a dynamic manner with audience involvement and feedback نحنا ممكن ان احنا ايه نحركها dynamic انا نعمل لها feedback انه بقدر بعدل عليها ممكن دي نقطة يبقى هنا انا ممكن انقلها فبالتالي اضمن مشاركة اعلى من الاودينس وممكن طبقا لمشاركتهم والفيدباك منهم نقدر نغير عليها تمام can be used to lessen dependency on notes for presentation ممكن نستخدمها عشان نقلل الاعتماد على ايه تسجيل ملاحظات معينه provide degree of informality يعني هي معروفه لدى اغلبيه الناس الفليب تشارت لانها من وسائل التراديشنال زيها زي التشارت والبوسترز it can be stored transported and reused سهل ان احنا ايه نتعامل معاها على مستوى نخزنها ان احنا نشيلها مساله حملها يعني and reused واعاده استخدامها عيوب الفليب تشارت نفس القصه برضو ما نقدرش نستخدمها مع عدد كبير من الناس cannot be used with a large group يبقى هنا الجروب هنا اللي بنستخدمها عدد ايه عدد من الناس